إذا أردت أن تدخل إلى مجال دلالات الألفاظ فقدم للطلاب مقدمة عن اللغة العربية حتى يفهم الطالب، حتى يدخل في أجواء دلالات الألفاظ. هذه المقدمة ضرورية، وأرى للمستقبل أن تقرر مقدمات لغوية لدلالات الألفاظ، يعني أن نعدل قليلا عن الدراسات الأصولية المعهودة لنستعين باللغة في هذا المجال وباللسانيات حتى التي يستعملها الغرب. إن دلالات الألفاظ في غاية الأهمية في التعامل مع النصوص الشرعية، ليس فقط عندنا ولكن عند الأمم الأخرى أيضاً.